نتواجد اليوم بمسجد مرشان بمدينة طنجة، ومسجد مرشان من المساجد العتيقة، مساجد ذات التاريخ الطويل من المساجد المعمرة. فقد بني هذا المسجد حوالي 100 أو أكثر من 100 سنة، ما قبل 1912، فما قبلها كان في القديم مسجد مطشر مرشان، قبل أن ترجع وتعود مدينة طنجة كلها مدينة واحدة. ثم أعيد بناؤه حوالي 1913 أو 1912، يوافق 1343 هجرية. وأعيد كذلك بناؤه عندما أغلق سنة 2012، أعيد بناؤه من جديد. كذلك تعرض هذا المسجد لإصلاحات كثيرة، لأنه كما قلنا مسجد من المساجد المعمرة ذات التاريخ الطويل في مدينة طنجة، فله أكثر كما قلنا أكثر من مئة سنة، فهو من المساجد التاريخية، من المساجد العتيقة. وأخيرا وقبل سنتين أو سنة ونصف أعيد إصلاحه، فأدخلت عليه بعض الإصلاحات كما ترون الزليج المغربي العتيق، وكذلك النقوش الجبسية العتيقة، فأعيد إصلاحه وترميمه بمبادرة من إمام المسجد وخطيبه وبعض المحسنين الذين لهم اليد الطولة في هذا في ما ترون في هذا المسجد. يتوفر هذا المسجد مسجد مرشان على قاعتين للصلاة، قاعة الصلاة للرجال مساحتها تقريبا 450 مترا، وقاعة الصلاة للنساء كذلك مساحتها ما بين 150 إلى 200 متر. وهذا المسجد يقوم بأدواره التعليمية، أداء الصلوات الخمس، صلاة خطبة الجمعة، كذلك دروس الوعظ والإرشاد، دروس محو الأمية، كذلك يحتضن هذا المسجد دروس تأطير الأئمة ضمن ميثاق العلماء الذي ينظم مرتين في كل شهر. وكذلك هذا المسجد يقصده المصلون من جميع نواحي منطقة مرشان، من مرشان منطقة، من القصبة، كذلك من حي سبيل الجماعة، كذلك من الحافة، والجميع الأطياف، جميع أطياف المجتمع يقصدون هذا المسجد العامر بإذن الله تبارك وتعالى. وهو كما قلنا يؤدي أدواره التعليمية والتثقيفية والتوجيهية في آن واحد. وقد تناوب على هذا المسجد من ناحية الإمامة والخطابة أئمة كثر، وبما أننا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الأبرك، فمسجد مرشان يعرف إقبالا كثيرا من المصلين في جميع الصلوات، سواء منها الصلوات الجهرية أو الصلوات السرية، وبالأخص في صلاة التراويح وصلاة القيام.
كما العادة في جميع مساجد المملكة، يعرف إقبالا كثيرا. وهذا المسجد كما باقي المساجد في المغرب يقام فيه ويحتفل فيه بمناسبات الدينية والوطنية، كليلة القدر في رمضان، وليلة المولد الشريف، وليلة الإسراء والمعراج. كذلك يعرف إقبالا كثيرا من تؤدى فيه كذلك صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. كذلك تقام فيه صلاة الاستسقاء عندما يأتي الأمر من أمير المؤمنين حفظه الله بصلاة الاستسقاء، تؤدى فيه صلاة الاستسقاء.